بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء العاشر من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة. على بركة الله تعالى نبدأ هذا اللقاء. طيب، كويس ان في حد معنا، هو متواصل معنا ان شاء الرحمن، فنحب نتأكد يعني هل الصوت بالنسبة لكم واضح؟ هل الصوت واصل وواضح ان شاء الرحمن؟ تمام. طيب، عايزين نتكلم النهاردة في نقطتين هامتين. ايه هما؟ عايزين ناخد الفصل الرابع اللي هو بعنوان الاطار النظري ووضع وصياغة الفروض. وقبل ان نتكلم عنه، هناك جزئية متعلقة بالفصل السادس المجتمع والعينات. المجتمع والعينات. طيب، فتسمحوا لي ناخد المجتمع والعينات الاول. ها، ممكن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ناخد الفروض الاول ولا العينات الاول؟ ربنا يكرمكم يا رب. احنا ناخد الاثنين يعني، مفيش مشكله، ما تقلقوش. ربنا يكرمكم يا رب. طيب، هو انا بس على اساس ان احنا كنا اخر جزئيه كنا ايه، ها، انتهينا واشرنا اليها في اللقاء السابق لما قلنا ايه، عينه البحث ومجتمع البحث، مش كده ولا ايه؟ تمام، صح، مش كنا اتكلمنا واشرنا اليها ولا لا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، هشرح الاول انا كده من غير ما ابص في الكتاب بعد اذن حضراتكم، وبعد كده ايه الدكتور بدا يشرح. ايوه ابنته يا سميره، الدكتور بدا يشرح. انت بتكلمي حد يعني ولا ايه؟ ها، حد بيسال يعني؟ لا تسال، مفيش مشكله، ربنا يكرمكم. ما انا بدات والله، هو انا بس حتى بحاول انتظر دقيقه كده بحيث ايه الكل يكون دخل معانا في نفس كويت يعني. طيب، لما نيجي نتكلم الاول، هقولها كده في دقيقتين او ثلاث دقائق شرح عام الاول تفهموها، وبعد كده نحدد من الكتاب اللي انتوا عايزينه كده. تمام، ها، عشان لما حد يجي يقول لك ايه، او يسال اي حد من حضراتكم يعني ايه يا اخي مجتمع البحث ويعني ايه عينه البحث. مجتمع البحث وعينه البحث، وفي حاجه اسمها مجتمع البحث وعينه البحث؟ ده طبعا باختصار شديد، وبدون ما نقعد نخش في حاجات استفاضه وشرح يعني طويل، زي ما قلت لكم انا عايز اعمل بحث، بعمل بحث حاليا الحمد لله رب العالمين بعنوان ايه؟ اثر هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير الماليه دراسه تطبيقيه على الشركات المسجله في البورصه السعوديه. تمام، يبقى العنوان بتاعي دلوقتي عباره عن ايه؟ انا بقول اثر مين؟ هيكل الملكيه، تمام، لان يعني نمط الملكيه ايه؟ ماشي؟ وخصائص لجان المراجعه، المفترض في حاجه اسمها لجان المراجعه الاوديت كوميتي، لها خصائص معينه، اثر دي واثر دي، اثر كلاهم على مين؟ على مستوى التحفظ المحاسبي، اكونتنج كونسرفاتيزم. طيب تمام، المفترض انا هطبق فين؟ البحث بتاعي بقى الجزء النظري، بقعد اتكلم عن ممكن هيكل الملكيه وانماط هيكل الملكيه وممكن العلاقه بينها وبين التحفظ، بعد كده اتكلم عن لجان المراجعه واهميتها وتعريفها والكلام من ده، بس ده لو انا بعمل رساله ماجستير ودكتوراه اتكلم عن اهدافها وتعريفها واهميتها والكلام من ده، لكن انا بتكلم عن خصائص لجان المراجعه وعلاقتها بالتحفظ المحاسبي، ده كده في الاطار الايه؟ النظري. تمام، لان الاطار النظري ده المفترض يعني، ها، ده في فصل كمان اساسا عليه اللي هو اسمه الاطار الايه؟ النظري، والفصل الرابع وصياغه الفروض. انا هطبق البحث بتاعي بقى سواء كان دراسه تطبيقيه او ميدانيه، هطبقه فين؟
مجتمع البحث بتاعي. لما اجي اقول ايه مجتمع البحث يتمثل في ايه؟ ايوه المجتمع بتاعي يبقى يتمثل في كافة، في جميع، في كل الشركات المسجلة في البورصة السعودية، كل الشركات كل الشركات ده عددها 176 173 174 في الحدود دي. يبقى كل الشركات دي اسمها ايه؟ مجتمع البحث. مجتمع الايه؟ البحث. يبقى المجتمع بتاعي كله. لما اجي انا عايز اعمل دراسة في المجتمع السعودي، يبقى معنى كده كل اللي في البيئة السعودية ده المجتمع بتاعي. طب وانا يا دكتور لو انا عايز ادرس حاجة معينة، هقدر الف في المملكة كلها اجيبها من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها؟ ده اسمه المجتمع. تمام. العينة بتاعتي بتبقى شريحة من هذا المجتمع، فئة او فئات عديدة من هذا المجتمع. يبقى اذا المجتمع هو كل او بيعبر عن ايه؟ عبارة عن مجموعة الأحداث أو الأشياء موضوع اهتمام الباحث والتي يرغب الباحث في فحصها. يبقى معنى كده أنا عايز أشوف والله الدراسة بتاعتي على مين؟ على طلاب الجامعات في البيئة السعودية. يبقى كل الجامعات في البيئة السعودية، كل الجامعات يا دكتور هقعد أعد أعد بقى فيهم كل الجامعات، أنا ما استثنيتش حد، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده اسمه مجتمع الدراسة. انا عايز اطبق البحث بتاعي على مين؟ كل الشركات في البيئة السعودية المسجلة في البورصة. يبقى الغير مسجل مش تبعي. يبقى كل الشركات المسجلة ده اسمه مجتمع البحث. واجي بعد كده عايز اختار بقى من المجتمع ده العينة بتاعتي، العينة البحث. يبقى العينة هي جزء من المجتمع. تاني بقى كده، يبقى العينة هي عبارة عن ايه؟ عن جزء من المجتمع. تمام؟ طبعا في هناك عدة طرق بقى لاختيار العينة بالمناسبة. يعني طب اختار العينة بقى ازاي دي؟ ده هناك عدة ايه طرق، يعني مش هنستفيد بيها يعني الى حد ما، لكن من اهمها مثلا في طريقة اسمها طريقة مثلا ايه طريقة عشوائية، يعني انا باخدهم كده بعلاق كده لكن ممكن انا اختار العينة بتاعتي احط شروط معينة. يعني مثلا انا عايز اطبق البحث بتاعي على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. تمام. طب قلت ده كده المجتمع. طب هعمل ايه؟ قول والله انا اختار مثلا الذكور. يبقى معنى كده الناس مش تبعي. طب اجي على الذكور. اقول انا عايز اخد فئة الاستاذ المشارك فيما فوق. يبقى الاستاذ المشارك والاستاذ هم دول اللي يبقوا داخلين معايا. طب الاستاذ المساعد لا يبقى مش معايا. طب المعيد مش معايا. المحاضر مش معايا. يبقى معناها ان انا هختار اجول طلاب التعليم عن بعد مثلا. طب طلاب التعليم عن بعد دول عددهم كتير. اقول لا طلاب التعليم عن بعد بجامعة الامام. طب دول برضو كتير. طب هنعمل ايه؟ اقول طلاب التعليم عن بعد شعبة المحاسبة. طب دول برضو كتير. اقول والله هناخد مين؟ تخصص او اللي نسجلين في مقرر البحوث المحاسبية. يبقى انا دول حصرتهم الى دول العينة بتاعت. وممكن كمان اقول لا ده طلاب المستوى الثامن شعبة الايه؟ المحاسبة اللي هم بيدرسوا مقرر البحوث دول المجتمع بتاعي. طب ده دول عددهم كام؟ عددهم 600-700 طالب. انا مش محتاج 600-700، انا محتاج 20-30 طالب بس. يبقى اخد عينة منهم. يبقى الاكبر المجتمع والعينة هي جزء منين؟ من المجتمع. علشان كده لما بنيجي نعمل دراسة مفترض ميدانية بنعتمد على قائمة الاستقصاء او الاستبيان كما سبق القول. المفترض بيبقى في جزئية لازم نكتبها في البحث مهمة جدا اسمها ايه بقى؟ مجتمع وعينة الدراسة. مجتمع وعينة الايه؟ الدراسة. ده لازم تنكتب طبعا. الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا. لازم اوضح المجتمع بتاعي بيتكون من ايه؟ والعينة بتاعتي هختارها ازاي؟ فعلشان كده ممكن اقول ايه؟ بيتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية السعودي، وذلك خلال عام 2017. يبقى كل الشركات المسجلة في البورصة السعودية خلال عام 2017، وقد بلغ عدد هذه الشركات 176 شركة. ولازم اكتب المصدر بتاعي. انت بتقول 176 على اساس ايه؟ يبقى لازم رجعت للهيئة السعودية المحاسبين القانونيين، ورجعت مثلا لهيئة سوق المال، ولا ايه؟ لازم يكون في مصدر يأكد ويدلل على ان الرقم ده فعلا سليم. تمام. يبقى ده اسمه مجتمع الايه؟ الدراسة.
وقد اختار الباحث عينة الدراسة وفقا للشروط التالية. ده انا بحط الشروط عشان الشروط دي زي بالظبط كده لما نيجي نقول ايه في خمسة متقدمين لوظيفة اقول انا عايز اللي معدله لا يقل عن 4. يبقى معنى كده لو واحد معدله 3.99 يبقى ده لا خلاص مش معانا. يبقى الخمسة دول هيتم اختصارهم لكام؟ لثلاث متقدمين. اجي بعد كده اقول ايه؟ انا عايز اللي يكون جاب امتياز في مادة البحوث. ده فيهم اتنين جايبين واحد مش جاي، يبقى اللي مش جاي ده الشرط ما ينطبقش عليه. اجي على الاثنين او يبقى دي اسمها شروط ومعايير معينة لاختيار عينة الايه؟ عينة الدراسة. اقول وقد اختار الباحث عينة الدراسة وفقا للشروط التالية. واحد مثلا استبعاد الشركات التي في بداية التأسيس حيث قد لا يتوافر في تقاريرها المالية السنوية بيانات ومعلومات كافية عن متغيرات الدراسة. اثنين توافر او توفير التقارير المالية السنوية للشركات خلال فترة الدراسة بانتظام. ثلاثة استبعاد الشركات التي قد تختلف نهاية السنة المالية لها عن 31/12 ميلادي حتى لا يكون، لان في ممكن شركة مثلا بتعمل السنة المالية بتاعتها مش 31/12 ممكن تكون بتعمل لها هجري، لا انا بركز على الميلادي. يبقى والله انا عايز كل الشركات بتاعتي اللي هتدخل في العينة الشرط بتاع اللي انا حاطه ايه؟ ان بتكون اعداد القوائم بيتم في 31/12. اربعة استبعاد قطاع البنوك والخدمات المالية زي شركات التأمين مثلا نظرا للطبيعة الخاصة لتلك القطاعات وخضوعها لتعليمات اللي هو مين؟ صندوق الايه؟ النقد السعودي مش كده ولا ايه؟ او البنك اللي هي المركزي يعني السعودي. يبقى معنى كده طبعا هو قرار بازل، يبقى معنى كده دي الشروط انا حاططها علشان اختار العينه. في ضوء تطبيقي لهذه الشروط وقد اسفر تطبيق المعايير السابقه عن اختيار 80 شركه لتمثل عينه الدراسه بما يعادل ما نسبته، اقسم ال 80 على ال 176 اشوف كام في الميه ويبقى دي النسبه بتاعت العينه بتاعتي من الاجمالي، وذلك من اجمالي عدد الشركات المسجله في الايه؟ في البورصه. يبقى في حاجه اسمها مجتمع الدراسه، في حاجه اسمها عينه الايه؟ الدراسه. طب ده يا دكتور لو انت بتعمل دراسه تطبيقيه، طب لو انت بتعمل دراسه ميدانيه الشروط الله ينور عليك يا ريس والله بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك يا بناتنا الفاضله. هي بتسال يعني بناتي وابنائي الاعزاء يعني بتقول هل الشروط والمعايير لاختيار العينه دي بيختلف من بحث الى اخر؟ منطقي يا ريس. طب الدكتور احمد حامد دلوقتي بيعمل بحث ده في البيئه السعوديه، هل انا بعمله في البيئه المصريه ممكن الشروط تبقى هي هي ولا ممكن يبقى في اختلاف؟ ها ادي اول نقطه. النقطه الثانيه او البعد الثاني او الاختلاف الثاني، هل انا بعمل دراسه ميدانيه هل هيبقى زي الدراسه التطبيقيه؟ انا بقول بطبق على شركات، انما الدراسه الميدانيه لسه هقول اهو دلوقتي على طول هبتدي بتكلم على مجتمع وعينه مختلفه تماما مش كده ولا ايه؟ يبقى اكيد بتختلف. ممكن تختلف من باحث الى اخر يعني، لان ممكن قريش تيجي تقول ايه؟ طب انت نفس البحث اللي انت عملته ده يا دكتور انا هطبقه على البنوك بس تمام. طب انا لسه بقول لك دلوقتي مثلا نمط هيكل الملكيه، بالمناسبه في حاجه اسمها مثلا الملكيه المركزه والملكيه المشتته، مش هقعد اقول بقى المصطلحات بتاعتهم والكلام ده. والمفترض الملكيه المشتته يعني انها ملكيه موزعه على عدد كبير من المساهمين بحيث ان كل واحد بيمتلك لا يقل عن 5% اللي هي تبقى الاسهم دي متوزعه للناس كلها، يعني اي حد عنده مطلق الحريه اسمه التداول الحر للاسهم في البورصه. لكن في عندنا بس حاجه اسمها الملكيه الاداريه، يعني الاداره نفسها بتمتلك في اسهم الشركه ولا بتمتلكش؟ طب بتمتلك قد ايه؟ في حاجه اسمها كمان بتسمعوا دايما مصطلح اسمه ايه؟ الشركات العائليه او الملكيه العائليه، يعني ممكن يبقى في شركه الشركه دي اسمها مثلا ايه؟ شركه ايه؟ قريش باي. طب قريش ديت المفترض الشركه ديت او شركه الدوسري او شركه مش عارف مين، الشركه دي المفترض او شركه العمري، الشركه دي تلاقي معظم الناس اللي بيمتلكوا الاسهم كلهم من عائله واسره مين؟ العمري. فبنقول عليها ملكيه عائليه مش كده ولا ايه؟ في عندنا ملكيه عائليه، في عندنا قلنا ملكيه اداريه مش كده؟ في ملكيه مؤسسيه، يعني البنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار بتمتلك اسهم اكتر او نسبه قد ايه في هذه الشركات مثلا. معايا؟ يبقى معنى كده في عندنا ايه؟ انماط مختلفه من الملكيه. طب انا ممكن انا اخدت الانماط دي؟ طب ما في تاني ملكيه حكوميه، في ملكيه اجنبيه وهكذا. طب انا مش هاخد كل الانواع دي، انا ممكن اخد ثلاثة بس او اثنين فقط لا غير. يبقى لازم احدد في البحث بتاعي انا هركز على اني
انواع او انماط. عشان كده ده بيحصل. ممكن انت تعملي البحث كله على الملكيه العائليه فقط لا غير. يبقى معناه ان اكيد لما تيجي تطبقي الشروط عشان تختاري العينه اكيد هيختلف من بحث الى ايه الى اخر. تمام. طيب اكمل برضو شرح كده معلش قدامي كمان دقيقه او دقيقتين وانهي هذه الجزئيه. لو انا هكمل فيه دراسه مثلا او هعمل دراسه ميدانيه فبقول ايه؟ بقول والله ان مجتمع وعينه الدراسه ده بيتمثل في الايه؟ واحد. انا مثلا الفئات بتاعتي المجتمع بتاعي هيتمثل فيه اربع انواع او اربع فئات. واحد المديرون الماليون ومعدو التقارير الماليه في شركات المساهمه السعوديه. تمام. طب كل المديرين الماليون في كل الشركات. يا نهار ابيض، وانت هتقعد بقى تجيب المديرين كلهم؟ لا، ثانيه واحده. وسوف يتم اختيار عينه حكميه. كلمه حكميه يعني تقديريه يعني عشوائيه. كم؟ تتكون من 25 مفرده، يعني 25 يعني فرد او واحد يعني. تمام. اثنين المستثمرون. طب وانت بقى المستثمرون دول هتجيبهم ازاي؟ والله على اعتبار ان هم من احد الاطراف المحوريه وذوي الصله الوثيقه في دراسه موضوع البحث مثلا. طب اختار عينه قد ايه؟ طب انت هتدور على المستثمرين؟ روح بقى دور على المستثمرين، اقعد بقى للصبح عشان تقدر في ايه؟ تحصرهم. لا، انا هاخد عينه مكونه من 50 مستثمر او 25 ايا كان، يبقى دي عينه عشوائيه. ثلاثه اعضاء هيئه التدريس تخصص محدد ومراجعه. تخصص محدد وايه؟ ومراجعه. طيب من هم دول؟ من الجامعات السعوديه. طب دول كتير برضو. وقد تحددت العينه في 30 عضوا، يبقى انا هكتفي ب 30 واحد فقط على درجات علميه متنوعه ما بين استاذ واستاذ مشارك واستاذ مساعد. اربعه المحاسبون القانونيون المرخص لهم بمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه في المملكه العربيه السعوديه وبصفه خاصه المرخص لهم بمراجعه حسابات شركات المساهمه. يبقى انا بحدد ان هو لازم يكون بيراجع حسابات شركات المساهمه. طب دول كتير برضه. وقد تحددت العينه في 40 مفرده. يبقى معنى كده ده اسمه مجتمع وعينة الايه؟ الدراسة. وهذا الجزء هام جدا جدا جدا، مش عشان الاختبار، عشان لو انا بعمل بحث لازم في الجزء العملي، الجزء العملي او الجانب التطبيقي في البحث او الدراسة التي يقوم بها الباحث، هناك جزئية متعلقة بمجتمع وعينة الايه؟ الدراسة. وهذا الجزء على جانب كبير من الأهمية حتى عند تقييم البحث. مفهوم كده المقصود بايه؟ بالمجتمع والعينة؟ طيب نقول بقى كم نقطة كده موجودة عند حضراتكم باختصار شديد. ها طيب يا رب تكونوا فهمتوها. بس لو جبنا بقى صفحة كام؟ 110، عشان نقول بقى الفصل السادس ما ياخدش مننا بقى يعني ايه 4 دقائق كده لو تكرمتوا. ممكن؟ ها أنا ببدأ أهو التاني في الفصل صفحة 110 أهو، عشان أنا أكتب لكم الصفحة عشان ما ايه 110 أو الفصل الايه؟ السادس. تمام؟ الفصل ده بعنوان المجتمع والعينات، المجتمع والعينات. اختيار العينة أريز يختلف في الدراسة الميدانية عن التطبيق. أكيد طبعًا. أكيد. مش كده ولا إيه؟ لأن أنا بطبق على شركات غير ما أكون بطبق، أما أقول مثلًا أنا هطبق على مين؟ على أعضاء التدريس، هم أعضاء التدريس دول شركات. أو طبع على مكاتب المحاسبة والمراجعة اللي هم المحاسبون القانونيون اللي هم مراجعي الحسابات يعني. هل هم دول شركات؟ لا. مش كده ولا إيه؟ فعلشان كده وأكيد ممكن بتبقى الاختبارات اللي تنفع هنا ممكن قد لا تلائم الدراسة الثانية. عشان كده اتفقنا مع بعض في جزئية في الفصل السابق اسمها الاختبارات الإحصائية للفروض، إن أنا بقى المفروض وأسس القياس وقياس المتغيرات، ده الجزء الإحصائي اللي هو عبارة عن الفصل الخامس والسابع، يبقى ده جانب إحصائي عشان أتعلم إزاي أقيس المتغيرات بتاعتي. أنا لسه بقول لك دلوقتي أهو نمط هيكل الملكية أدي جزئية، وخصائص لجان المراجعة أدي جزئية، وتأثير كل منهما على مستوى التحفظ المحاسبي. هفكركم بحاجة بس كمان شوية، بس أنت طالما سألت فكده بعدنا نتكلم عن المتغير التابع والمستقل. مش كده ولا إيه؟ أي نفس الجزئية هنرجع لها تاني النهاردة، هنشيل لها برضه إن كان في وقت إن شاء الرحمن.
والمفروض ان انا اقيس كل متغير ازاي. يعني لو نمط هيكل ملكي هقيسه ازاي؟ لما اقول خصائص لجان المراجعه، ده الخصائص دي عباره عن 6-7 خصائص، انا اكتفيت باربعه، طب كل خاصيه منهم مثلا، اما اقول ايه؟ حجم اللجنه، حجم لجنه المراجعه. حجم لجنه المراجعه زي ما بنقول حجم مجلس الاداره، يعني معناها عدد اعضاء لجنه المراجعه. فممكن حد يسالني هنا تقول لي ايه يا دكتور هو انت العدد ده مهم؟ اقول له طبعا. لان القانون بيقول ايه في البيئه السعوديه؟ والقوانين واللوائح وهيئه سوق المال بتقول ايه؟ والسكور بتقول ايه؟ المفترض ها؟ وفي حاجه اسمها لائحه حوكمه الشركات وقانون الشركات بيقول ايه؟ المفترض ان يبقى في لجنه مراجعه مكونه من كام شخص على الاقل؟ يقول لك مثلا ما تقلش عن ثلاثه، ما يقلوش عن ثلاثه وما يزيدوش عن سبعه. يبقى هو سبعه مفتوح، يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه يا سته يا سبعه، مش كده ولا ايه؟ فانا بقول والله انا عايز ان عشان العدد يبقى المناسب هقيسه، بشوف والله العدد المتاح كام اللي موجود وهكذا. الصوت عندكم بيقطع ولا لا؟ ابنتنا اريش بتسال الصوت بالنسبه لبيت هاجر بتقول الصوت واضح وهبه ايضا ربنا يكرمكم. تمام اريش؟ هتلاقي عندك الجهاز مهنج شويه بس ولا حاجه اريش؟ معلش اديله ايه فنجان قهوه كده تمام، بس بالقهوه التركي بتاعتنا ماشي؟ طيب نبدا بقى كده نستعرض يعني في عجاله سريعه لو تكرمت ممكن؟ طيب يبقى لو جبنا صفحه 110 هتلاقي بقى بيقول ايه؟ المجتمع. المجتمع عباره عن ايه؟ يشير الى كامل مجموعه الاحداث والاشياء موضوع الاهتمام والتي يرغب الباحث في فحصها. بس كفايه كده، ده تعريف المجتمع تمام؟ طيب انما كلمه العنصر ده عنصر واحد، يعني لما اقول والله ده الدكتور احمد حامد ده عنصر بالنسبه لمين؟ لقسم الاداره بكليه الشريعه والدراسات الاسلاميه بالاحصاء، ده عنصر واحد، فرد واحد، مش كده ولا ايه؟ يبقى عنصر واحد في ايه؟ في المجتمع بتاعه الذي ينتمي اليه تمام؟ اما اقول مثلا ابنتنا نجوى ده هي تعتبر عنصر واحد بالنسبه لمين؟ بالنسبه للطلاب المسجلون في مقرر البحوث المحاسبيه في التعليم عن بعد بجامعه الامام، كده للمستوى الثاني، يبقى ده عنصر. العينه. العينه عباره عن ايه؟ ها؟ هي جزء من مجتمع او عده عناصر من المجتمع. تاني، يبقى العينه هي جزء من مجتمع او عده عناصر من المجتمع، فاذا تم سحب 200 عضو من مجتمع يبلغ 1000 عامل، انا عندي 1000 عامل في المصنع. طب انا محتاج كام واحد؟ لا انا عايز عينه منهم 200، يبقى معنى كده هسحب ال 200 دول من الكام؟ من ال 1000، مش كده ولا ايه؟ طبعا في هذه الحاله هتبقى المفترض النسبه بتمثل كام؟ ها؟ حد يعرف يقول؟ ها؟ النسبه تمثل كام؟ لو انا عندي المجتمع، المجتمع بتاعنا عباره عن 2000، ده كده المجتمع. العينه كانت 200. ايوه ابنته هاجر ربنا يكرمك. جيت مره في اختبار ابنته هاجر السؤال ده على فكره بالمناسبه. ها؟ فقلت قايل بقى ان النسبه تمثل كام؟ ها؟ يا ترى 20% ولا 2% ولا 200% ولا لا شيء مما سبق؟ فشوفوا يعني حاجه بتبقى بسيطه حتى لو انا مش مذاكر بس يعني ذهني حاضر وشغال هقدر استنتجها على طول، تمام؟ في بعد كده بقى قاعد يتكلم عن حاجه اسمها المعاينه الاحصائيه او المعاينه الاحتماليه العشوائيه اللي هي بعض انواع الايه المعاينات يعني. فهي باختصار كده المعاينه الاحصائيه هي الطريقه التي يتم بها اختيار عدد كافي من عناصر المجتمع. ثاني، يبقى المعاينه الاحصائيه هي الطريقه التي يتم بها اختيار عدد كافي من عناصر المجتمع، وبالتالي فعن طريق دراسه العينه وفهم خصائص مفردات العينة يمكن تعميم الخصائص الخاصة بالعينة على عناصر المجتمع كله. تمام؟ طيب دي المعاينة الإحصائية. نقول في صفحة 112 صفحة 112 آخرها موجود جزئية بعنوان المعاينة الإحتمالية وغير الإحتمالية.
فبيقول هناك نوعين أساسيين من تصميم المعاينة، هما المعاينة الاحتمالية وغير الاحتمالية. طب ايه المقصود بالمعاينة الاحتمالية وايه المقصود بالمعاينة غير الاحتمالية؟ في المعاينة الاحتمالية نجد ان العناصر في المجتمع يكون لها فرصة محددة او احتمال معروف للاختيار ضمن العينة. اما في المعاينة غير الاحتمالية فان فرصة اختيار العناصر في العينة تكون غير محددة مقدما. يبقى نخلي بالنا من النوعين دول اللي هي المعاينة الاحتمالية والمعاينة غير الاحتمالية. تمام؟ بعد كده في صفحة 213 قال في حاجة اسمها المعاينة المركبة او المقيدة، المعاينة المركبة او المقيدة. ومن اشهر طرق المعاينة المقيدة ثلاث حاجات: المعاينة المنتظمة، المعاينة العشوائية المصنفة، المعاينة المركبة. يبقى ممكن نجيبها في سؤال انهم قايلين مثلا ان من اشهر طرق المعاينة المقيدة المعاينة المنتظمة والمعاينة المركزة، العبارة صح او خطأ؟ يبقى ده لو جبنا طبعا اكيد العبارة تبقى صحيحة. ممكن نقول ايه؟ كل ما يلي يعد من طرق المعاينة المقيدة او المركبة، ما ننساش، ها، فيما عدا ألف المعاينة المنتظمة، ب المعاينة العشوائية المصنفة، ج المعاينة المركزة، د المعاينة الذاتية. يبقى معنى كده ان الإجابة الصحيحة تبقى المعاينة الايه؟ الذاتية. تمام؟ طيب نجيب صفحة 115. صفحة 115 فالذي حاجة اسمها المعاينة غير الاحتمالية. المعاينة غير الاحتمالية في ظل هذا النظام من المعاينة فإن العناصر في المجتمع لا يوجد لها فرصة أو احتمال معين لاختيارها في العينة. تاني، يبقى في المعاينة غير الاحتمالية العناصر في المجتمع لا يوجد لها فرصة او احتمال معين لاختيارها في العينة. ومن اهم طرق المعاينة غير الاحتمالية حاجتين: المعاينة الملائمة والمعاينة الهادفة. تاني، يبقى من اهم طرق المعاينة غير الاحتمالية المعاينة الملائمة والمعاينة الهادفة. المعاينة الملائمة في ظل هذه الطريقة يتم تجميع المعلومات من مفردات المجتمع بشكل يلائم الظروف الموجودة. أما المعاينة الهادفة يبقى معناها الحصول على المعلومات بشكل محدد من بين مفردات معينة بحيث يتحقق هدف الباحث من اختيار العينة. ده كده بشكل إيجاز المجتمع عليه والعينات. تمام؟ نرجع للفصل الرابع وهو بعنوان، اكتب لحضراتكم هو بقى الفصل الرابع عشان ما ننساش. تمام؟ اللي هو بعنوان ايه؟ الاطار النظري ووضع وصياغة الفروض. الاطار النظري ووضع وصياغة الفروض. عايز برضه اختصر لحضراتكم اهو عشان ايه؟ هو بس يعني في حاجة مفترض كان يرتبها، كان يجيب الإطار النظري الأول يعني للبحث يعني لتريتشر ريفيو. طيب الكلمة الإطار النظري يعني إيه؟ الإطار النظري بمنتهى البساطة يعني الإطار النظري هو عبارة عن الأساس الذي يبنى عليه البحث. تاني كده، الإطار النظري يعتبر الأساس الذي يبنى عليه البحث، وهذا الإطار النظري يتم وضعه بشكل منطقي حيث يظهر العلاقة بين المتغيرات والتي تم تحديدها من خلال وضع المقابلات الشخصية أو استعراض الدراسات السابقة. تمام؟ السطرين دول موجودين فينا دكتور؟ أدور لكم عليهم لأن المفترض يعني
موجودين عندكم ما تقولوش في الكتاب، بس هو يعني هو شرح لحضراتكم الاول في صفحه 58 وايه الاطار النظري، وقال هو نموذج مفاهيمي لكيفيه تنظير العلاقه بين عده متغيرات والتي تم اخذها في الاعتبار عند صياغه المشكله. زي بالظبط كده هقول لكم على حاجه عشان اعرف لكم المسافه، زي ما انا لسه هقول لكم العنوان دلوقتي اللي انا قلته النهارده على حضراتكم، ها اثر او قياس اثر نمط هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه على مستوى التحفظ المحاسبي، دراسه تطبيقيه في بيئه الاعمال السعوديه. هنفترض حد من حضراتكم ها ابنته نجوى عايزه تعمل رساله ماجستير مثلا في الموضوع ده، هل هيبقى زي البحث بتاع الدكتور احمد اللي ايه اللي عمله؟ لا لازم يبقى في اختلاف، لان هي ما تيجي تعمل رساله ماجستير دكتوراه يبقى لازم تتكلم الاول شويه باستفاضه كده عن ايه؟ يعني ايه المقصود بهيكل الملكيه؟ وايه انماط هيكل الملكيه؟ وتقعد تعرف كل واحده منهم، الملكيه الاداريه والملكيه العائليه والملكيه الاجنبيه والملكيه الدول الحر والملكيه المركزه، وتقعد تتكلم عنهم، مش كده ولا ايه؟ وده الايه وده الايه وده الايه، وتستعرض الكلام ده صح؟ كل ده ممكن كاطار نظري، ده ممكن يتعمل مبحث مثلا وتكتب فيه حوالي 10 15 صفحه. انا ممكن في البحث ما اكتبوش، ممكن اختصره كده في الهامش في 3 4 اسطر مثلا او في نص صفحه فقط لا غير. بدخل على طول على تحليل انا عملت ايه؟ الدراسات السابقه، لان لازم استعرض الدراسات السابقه، ده جزء تم تناوله وتم الاشاره اليه قبل ذلك في احد اللقاءات، وقلنا ان الدراسات السابقه مهمه جدا لان من خلالها بقدر احدد الفجوه البحثيه، ثم احدد كمان حاجه اسمها متغيرات البحث. اقدر اشوف المتغيرات بتاعتي، هل في حد تناولها ولا لا؟ طب انا هضيف متغيرات جديده ولا لا؟ طب العلاقه المتوقعه ما بين المتغيرات ديت هل اقدر احددها ولا ما اقدرش؟ او متوقع تكون ايجابيه ولا سلبيه؟ ولا ايه بالظبط؟ لان كل ده سيؤثر على صياغه الفروض اللي انا ببني عليها البحث. وصياغه الفروض ديت اذا كان هناك وقت اليوم هنقولها مفيش، يبقى دي اللي هنبدا بيها اللقاء القادم ان شاء الله الرحمن. نرجع تاني، يبقى الاطار النظري هو نموذج مفاهيمي لكيفيه تنظير العلاقه بين عده متغيرات والتي تم اخذها في الاعتبار عند صياغه المشكله. تمام؟ طيب السطرين كمان مهمين قوي عشان بس تبقوا في الصوره، يعني هل الاطار النظري دوت، هل الاطار النظري ها الجيد للمشكله له خصائص ام لا؟ عشان كده موجود في صفحه، معلش انا ايه وانا بشرح الجزئيه دي هضطر يعني نعمل قفزه كده ونروح على صفحه 63، هنرجع تاني لصفحه 58 ما تلاقوش، بس عشان يبقى في تسلسل وترتيب منطقي كده في الايه في الشرح. يبقى احنا كده عرفنا الاطار النظري، تمام؟ ولو جينا نتكلم عن الاطار ده بشكل عام، بعد كده الاطار النظري للبحث ده موجود في صفحه 63، تمام؟ ده في صفحه 63 ده الشرح اللي انا قلته اللي هو ايه؟ ها الاطار النظري للبحث ومكونات الاطار النظري للمشكله، اللي هو ان الاطار النظري الجيد ده بيساعدني في تحديد المتغيرات الخاصه بالدراسه والعلاقه بين هذه المتغيرات، سواء كانت متغيرات مستقله او تابعه او متداخله او وسيطه. طب هل هناك خصائص للاطار النظري الجيد؟ نعم، هناك خصائص يجب مراعاتها. الخصائص دي عباره عن ايه؟ واحد، يجب تحديد المتغيرات، هذه الخصائص مهمه وهي موجوده في صفحه 64. يبقى نقولها برضو لحضراتكم اهو، خصائص الاطار النظري الجيد للمشكله. ده صفحة 64 عشان ما ننساش. الخصائص دي عبارة عن ايه؟ واحد، يجب تحديد المتغيرات الملائمة للدراسة بوضوح. اثنين، يجب ان تبين الدراسة كيف ان المتغيرات ترتبط ببعضها من خلال المفاهيم النظرية للبحث. ثلاثة، اذا كان يمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة بين المتغيرات من خلال الدراسات السابقة فيجب ان تبين الدراسة ما اذا كانت العلاقة بين المتغيرات موجبة او سالبة. اربعة، يجب الشرح بوضوح لماذا تتوقع الدراسة الحالية وجود العلاقة بين المتغيرات ونوع هذه العلاقة، وطبعا يمكن الاستعانة بالدراسات السابقة.
أخيرا يجب توضيح العلاقة بين المتغيرات في شكل رسم بياني حتى يتم شرح هذه العلاقة للقارئ بوضوح. دي كده خصائص الإطار النظري الجيد للمشكلة. يبقى ممكن أقوم جايب سؤال حولها، نعم ومايل كل ما يلي يعد من خصائص الإطار النظري الجيد للمشكلة، واجيب لحضراتكم ها ثلاث اختيارات تكون فعلا من الخصائص، واجيب اختيار يكون ليس له علاقة بخصائص الإطار النظري الجيد للمشكلة. تمام؟ طبعا لو رجعنا في صفحة 58 و59 لحد صفحة كام؟ 62، دي كانت بتتكلم عن المتغيرات، متغيرات الدراسة بتاعتي. نعم متغيرات الدراسة، وفاكرين لما قعدنا نقول المتغير التابع والمتغير المستقل، ولا مش فاكرينها؟ ها فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ طيب اقول سؤال كده يعني اثر اثر نفس العنوان اللي انا قلته اليوم لحضراتكم. الكام لقاء اللي فاضلين دول هقول لكم عناوين جديده، بحيث لو حد منكم عايز يكمل رساله ماجستير ودكتوراه فيها ان شاء الرحمن. ها في كمان موضوع في المحاسبه جديد اسمه التقارير المتكامله انتجريتد ريبورتنج، ده من ضمن الموضوعات الحيويه والحديثه حاليا. طبعا في التنميه المستدامه كمان، بس التنميه المستدامه يعني ايه؟ شويه التقارير المتكامله تعتبر احدث منها. تمام؟ ادي موضوعين هم كمان ايه؟ مهمين. طيب نرجع للسؤال، انتوا اللي هتجاوبوا عنه. ها؟ لما اقول ايه؟ اثر هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي، دراسة تطبيقية على الشركات المسجلة في البورصة السعودية، فين المتغير التابع وفين المتغير المستقل؟ ها المتغير التابع ليه ابنتنا نجوى؟ صح يا ريس اجابتك صحيحة. ها ده انا عندي اجوبة بقى كمان تدخل معاه في الموضوع. ها ايوه لا العادي. طيب ايوه كده نجوى. طيب ماشي، ما احنا اتفقنا مع بعض ان لو في الاختبار لا قدر الله يعني ما حدش الطالب دايما او الطالبه هي الاجابه اللي تيجي في ذهنه بيجاوب عليها وبيأشر عليها خلاص وبيختارها، عشان كده ممكن يبقى عارف الاجابه لكن ممكن هو بيجاوب يجاوب خطا. تمام؟ طيب هي ابنتنا بس هبه قالت حاجه، لا انا عايزها تكمل لان هي كده عملت ايه؟ يعني ولا تقربوا الصلاه وسكتت. ما ينفعش. حتى دايما المشايخ ما ينفعش انه ايه؟ المقرء اللي بيقرا القران ما ينفعش في الايه دي يقف، لازم يكمل الايه؟ الايه القرانيه. انت قلت ايه؟ هيكل ملكيه بس. ريش قالت ايه؟ تابع مستوى التحفظ. تمام. ها انا عايز هبه بقى، لا انا عايز ابنتنا هبه. تمام يا ريش ربنا يكرمك. ماشي اوكي التابع، بس انت لما كتبت هنا قلت ايه؟ المستقل هو هيكل الملكيه. هو مش هيكل الملكيه بس، اذا هنا انت عملت حاجه جديده يا دكتور، يعني انا مش لوحدي، ما في ناس سبقوني فيها بصراحه يعني. ده انا كده خدت متغيرين مستقلين. انما كلام هنا كده ممكن تعمل هي نفس لوحدها تقول ايه؟ اثر هيكل الملكيه على مستوى التحفظ المحاسبي، يبقى ده بحث. ناس ثانيه ممكن تعمل بحث ثاني، اثر خصائص لجان المراجعه على مستوى التحفظ المحاسبي، يبقى ده بحث ثاني. لا انا قلت هاخد الاثنين، يبقى بحث اقوى ان شاء الرحمن، فاقول اثر هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه، يبقى الاثنين دول ايه؟ يعتبر المتغير المستقل. اذا المتغير المستقل هنا مش واحد، ده اثنين، يبقى دول اسمهم المتغيرات المستقله عباره عن هيكل الملكيه و خصائص لجان المراجعة. أما المتغير التابع فهو الذي يأتي بعد كلمة إيه؟ على اللي هو مين؟ مستوى التحفظ المحاسبي. يبقى معنى ذلك تمام ابنتنا نجوى، يبقى هو دوت اللي يعتبر متغير تابع، ولذلك مستوى التحفظ ها اللي هو ده المتغير التابع. المفروض عشان نبقى عارفين كمان ايوه كده اثار هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه تمام يا هبه ايوه كده، دي كانت الاجابه اللي كنت عايزها تجاوبيها في الاول زي ما بيت الايه ابنائي وبنات الاعزاء جاوبوا كده. تمام
لان ممكن اخدعكم واجيب السؤال زي كده مثلا، فالكل يتخيل ان المتغير مستقل واحد بس، لا ممكن يبقى ايه متغيرين او ممكن يبقوا ثلاثه، مش كده ولا ايه؟ ممكن او اما اقول نفس العنوان جه على ذهني دلوقتي، آثار هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة وخصائص مجلس الإدارة على مستوى التحفظ المحاسبي. إيه ده؟ ده أنت قلت آثار واحد هيكل الملكية، اثنين خصائص لجان المراجعة، ثلاثة خصائص مجلس الإيه؟ الإدارة، لا ده ثلاث حاجات أهو. مش كده ولا إيه؟ ثلاث متغيرات أهو. على مستوى التحفظ، يبقى معنى ذلك ان المتغير المستقل هنا يتمثل في ثلاث متغيرات الا وهي هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة وخصائص مجلس الايه الادارة. تمام تمام. عشان كده هو بقى في صفحة 58 و59 و60 و61 قاعد يكلمنا عن ها اللي يهمني نعرف بس ان احنا عندنا كم متغير هنا، فهو قال لنا المتغيرات تعرفها بقى هي اي شيء ياخذ قيمه، ومن امثله هذه المتغيرات درجات الاختبارات عدد الغائبين الحوافز وهكذا يعني. ونقسم المتغيرات الى اربعه في الكتاب عندكم، هي المتغير التابع والمتغير المستقل والمتغير المتداخل والمتغير الوسيط. تمام. بالمناسبه هختصرها لكم في حاجه بس تعرفوها للعلم بالشيء. تمام. يعني دي مش خارج الكتاب برضه، هي متعلقه بالكتاب بس عايزكم تعرفوا دي نقطه بقى للخبره في الواحد وهو شغال في الابحاث. يعني المفترض لما بيبقى في حاجه اسمها متغير تابع ومتغير مستقل، في حاجه ثانيه اسمها متغيرات اهي اكتبها لكم رقابيه، او يطلقوا عليها احيانا ضابطه. ثاني كده متغيرات ايه؟ رقابيه او ضابطة. تمام. ايه بقى متغيرات رقابية او ضابطة دي؟ يعني معناها ان الباحث بياخدها في الاعتبار وبيدخلها معاه في النموذج اللي هيشتغل بيه واللي هيعمله، ولكن مش هيدرس تأثيرها لوحدها، بيدخلها من ضمن النموذج اللي بيعمله. فلما نيجي نقول مثلا طب هل حجم الشركات يمكن ان يؤثر على مستوى التحفظ المحاسبي؟ ثانية واحدة يا دكتور، يعني انت هتقول هيكل الملكية بيأثر على على مستوى التحفظ المحاسبي في حالة وجود حجم الشركة او في حالة عدم وجود حجم الشركة؟ اما اقول مثلا نوع مكتب المراجعة، هل الشركة السعودية ديت الشركة اللي احنا اللي بتبقى من ضمن العينة بتاعتنا، ها اللي بيراجع حسابات الشركة بينتمي الى الى احد المكاتب البيج فورز، ها او البيج فور يعني الاربع مكاتب العالمية المشهورة، او بينتمي ليها يعني منتسب ليها فرع ليها يعني مثلا، ولا اللي بيراجع حسابات الشركة دوت ها مراجع وطني يعني مراجع سعودي مش من الاربعة الكبار اللي مشهورين على مستوى العالم؟ يبقى معنى كده دي متغيرات. اقول مثلا معدل العائد على الاصول، اقول مثلا درجه الرفع المالي، دي كلها متغيرات. ماشي كده. ممكن ان شاء الرحمن سيتم التعرض اليها برضو بشكل كده مبسط جدا جدا، اللي هو وكيفيه قياسها، ده في الفصل الايه الخامس. يبقى عشان بس تبقوا انتوا ايه على الاقل تبقوا عارفين حاجات معينه كده، يبقى طلعتوا بيها النهارده في الجزئيه اللي فاتت دي. ايه هي؟ ها حاضر يا ريش ما تقلقش. يبقى معناه ان احنا عرفنا ان في عندنا متغير تابع متغير مستقل، في حاجه اسمها متغيرات ايه ضابطه او رقابيه. طيب هو كان في جزئيه فرض العدم ديت ممكن ناجلها، مفيش مشكله خالص طالما انتوا عايزين اسئله نستعرض اسئله. حاضر. نقول مجموعه من الاسئله كده في الوقت المتبقي. هو نموذج مفاهيمي لكيفية تنظير العلاقة بين عدة متغيرات والتي تم أخذها في الاعتبار عند صياغة المشكلة. ألف الإطار العملي، ب الإطار الدائري، ج الإطار المحوري، د الإطار النظري. تمام. إجابة صحيحة بنات ونجوى فعلا، د الاجابه الصحيحه الاطار النظري. طيب السؤال اللي بعده، هي اي شيء
يأخذ قيمة مثل درجات الاختبارات. تاني، هي أي شيء يأخذ قيمة مثل درجات الاختبارات. ألف التغيرات، ب المتغيرات، ج المدخلات، د المخرجات. تمام، نتقى هذا، يبقى الإجابة الصحيحة ب. طيب، من الأنواع الرئيسية للمتغيرات، من الأنواع الرئيسية للمتغيرات، فصل المتغير نقط، ألف التابع، ب المستقل، ج الوسيط، د كل ما سبق. تمام، إجابة صحيحة. طيب، يهمني أكثر قوي تبقوا مركزين في المذاكرة على المتغير التابع والمتغير الايه المستقل، فعشان كده ممكن نجيبهم في أسئلة مثلا، نقول ايه نقط هو المتغير موضوع البحث والذي من خلاله يجد الباحث حلا أو شرحا لمشكلة البحث. ألف المتغير المتداخل، ب المتغير الوسيط، د المتغير المستقل، د المتغير التابع. تمام، جزاكم الله خيرا. أيوة صح، الإجابة صحيحة، د المتغير التابع. طيب، كل ما يلي من أنواع المتغيرات فيما عدا، كل ما يلي من أنواع المتغيرات فيما عدا، ألف المتغير الحسابي، ب المتغير المتداخل، ج المتغير المستقل، د المتغير التابع. تمام، ألف يبقى اللي هو المتغير الحسابي. طيب، سؤال، هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع بشكل سلبي أو إيجابي. ألف المتغير المتداخل، ب المتغير الوسيط، ج المتغير المستقل، د المتغير التابع. يبقى الإجابة الصحيحة ها، تمام، ج اللي هو المتغير الايه المستقل. طيب، نقول سؤال كده بقى عشان نشوفكم تعرفوا تحددوه ولا لا. ها، انا طبعا باكد عليكم اهو ان ما ياتي بعد كلمه ايه اثر ده المتغير الايه المستقل، ما ياتي بعد كلمه على يبقى ده المتغير الايه ها التابع. اما نقول مثلا بفرض انك تقوم ببحث بعنوان اثر خصائص لجان المراجعه على الافصاح الاختياري بشركات المساهمه السعوديه. تاني العنوان، أثر خصائص لجان المراجعة على الإفصاح الاختياري بشركات المساهمة السعودية، في ضوء ذلك يكون المتغير المستقل هو ألف الإفصاح الاختياري، ب خصائص لجان المراجعة، ج حوكمة الشركات، د لا شيء مما سبق. ليه بقى كده يا ريش؟ ليه كده يا ريش؟ ها تاني، ده انت كنت عمال اجاوب اتحسبتي بقى ريش كده. اقري المعوذتين لو سمحتي، اقري المعوذتين، ناخد راي زميلتك نغربها ولا بلاش، ها ولا نسمعها المره دي؟ طب خلاص، ابنتنا سمعها قالت بلاش، خلاص انا هتبرع عنها بالنيابه، ايه عنها مفيش مشكله خالص. تمام ماشي، ما هو كنت اخلات برع بريال يبقى انا اللي هتبرع بيه. طيب خلينا نسامح، ماشي يا ابنتنا هبه، ربنا يكرمك، يبقى هبه اللي هتبرع بالنيابه عنك خلاص. شوفي نجوى قالت ايه، لان ده السؤال اللي كنت هقوله تاني يا عريس اهو، شفتوا بقى، مع ان والله هي جاوبتها قبل كده وجاوبتها بشكل ممتاز، لما قالت تكتب المتغير التابع كذا والمستقل كذا وكلام من ربنا يكرمك. ها تاني، هاكد على الجمله دي، بعد كلمه اثر يبقى ياتي مين؟ المتغير الايه؟ ايوه معلش انا اقول ربنا يكرمك يا رب. يبقى بعد كلمه اثر ياتي المتغير المستقل، وبعد كلمه على ياتي المتغير التابع. لما اقول ايه؟
اثر اريج على نجوى. بقول اثر اريج على نجوى. يبقى معنى كده فين المتغير التابع وفين المتغير المستقل؟ بقول اثر اريج على نجوى. يبقى نجوى تابع لاريج مش كده ولا ايه؟ يبقى لو في تغيير حصل تاريج هيؤثر على نجوى. نعم. يبقى اذا اريج يا المتغير المستقل ونجوى يا المتغير الايه التابع. يبقى ما ياتي بعد كلمه اثر هو المتغير المستقل وما ياتي بعد كلمه على هو المتغير الايه التابع عشان ما تنساش مدى الحياه. تمام. نفس العنوان الصادق ده بقى اللي هو ايه؟ بفرض انك تقوم ببحث بعنوان اثر خصائص لجان المراجعه على الاتصال الاختياري لشركات المساهمه السعوديه، في ضوء ذلك يكون المتغير التابع هو فين بقى المتغير التابع؟ يا ابنات ونجوى لسه قايلها من شويه على فكره. بالمناسبه اقول الاختيارات المتغير التابع انا كلكم قلتوا بسم الله ما شاء الله. يبقى المتغير التابع فعلا ايه؟ الاصلاح الايه؟ الاختيار. تمام؟ نقول سؤال تاني. بفرض انك تقوم ببحث بعنوان اثر نظم تخطيط موارد المنشاه على جوده التقارير الماليه في بيئه الاعمال السعوديه، في ضوء ذلك يكون المتغير التابع هو ا نظم تخطيط موارد المنشاه، ب جوده المعايير، ج جوده التقارير الماليه، د الاصلاح الاجمالي. ايوه تمام جوده التقارير. طب نفس السؤال نفس السؤال، ففين بقى المتغير الايه؟ المستقل. ده كده خلاص التابع كلهم جاوبتوه. تمام ربنا يكرمك. ها المستقل بقى فين؟ ايوه تمام اريش كده ربنا يكرمك، اللي هي نظم تخطيط موارد الايه؟ المنشاه. تمام؟ طيب نقول سؤال على المتغير المتداخل. سؤال ممكن دلوقت نختم ايه؟ نختم بيه يعني؟ لا نقول كمان سؤالين بعد ان شاء الله الرحمن لو عندكم وقت يعني. متغير يظهر خلال الفتره من اللحظه التي يعمل فيها المتغير المستقل للتاثير على المتغير التابع، كما يعمل على شرح تاثير المتغير المستقل على المتغير التابع. الف المتغير الوسيط، ب المتغير التابع، ج المتغير المستقل، د المتغير المتداخل. ايوه تمام ابنته هيبه ربنا يكرمك. المتغير ايه؟ المتداخل. طيب نقول كنت عايز اقول لكم اسئله حوالين الاطار الايه؟ النظري. كل ما يلي من خصائص الإطار النظري الجيد لمشكلة الدراسة فيما عدا: ألف تحديد المتغيرات الملائمة للدراسة بوضوح، ب تبين الدراسة كيف أن المتغيرات ترتبط ببعضها من خلال المفاهيم النظرية للبحث، ج إذا كان يمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة بين المتغيرات من خلال الدراسات السابقة فيجب أن تبين الدراسة ما إذا كانت العلاقة بين المتغيرات موجبة أو سالبة، دال أن الشركات التي تنعقد لجنة المراجعة مرتين في السنة أقل احتمالا لإعادة صياغة القوائم المالية. تمام إجابة صحيحة بقى إيه؟ فعلا ألف معانا وب معانا وجيم معانا، لكن دال دي اللي غريبة قوي. إيه يعني الشركات اللي بتنعقد بقى لجنة المراجعة مالها ومال الخصائص الإطار النظري الجاي؟ يبقى دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. تمام؟ طيب هنتفق بهذا القدر عشان ما أطولش على حضراتكم. ها ولا أكمل شوية؟ تانيين؟ براحتكم. طب سميرة ونجوى قالوا كمل. ها بقيت بنات الاعزاء ربنا يكرمكم رب. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ده احنا هنعوض ولا ايه؟ طيب خلاص اوكي تمام. نقول اسئله ولا نقول في جزئيه؟ طيب ممكن اشرح لكم جزئيه معلش او نكمل الفصل احنا كنا فيه؟ صح
الفصل احنا كنا فيه المفترض كان بيتكلم بقى خلاص المتغيرات، بعد كده بيتكلم عن خصائص الاطار النظري الجيد للمشكله. ها المفترض صفحه 66، صفحه 66 اللي هي عباره جزئيه بس معينه نعرفها، بقيه الفصل يعني لحد ما مش ايه يعني ما فيش مشكله خالص، يعني هو بس لو عرفناها هي مجرد صفحه واحده فقط لا غير، اللي هي في حاجه اسمها فرض العدم والفرض البديل. هشرح لكم يعني ايه كلمه الفرض، او اقول يعني نقولها الاول بالتفصيل شويه دقيقتين كده. ها في حاجه اسمها فرضيات البحث وفي حاجه اسمها افتراضات البحث. فالفرضيات اسمها المصطلح بالانجليزي هايبوثيسز، والافتراضات اسمها اسامبشن. طب هل هناك فرق بينهما؟ نعم تاني، هناك فرق ما بين الفرضيات والافتراضات. جبتها في سؤال بره يعني لزملائكم السابقين، قلت لهم ايه يعني قول العباره صح او خطا. لا يوجد فرق بين الفرضيات هايبوثيسز والافتراضات اسامبشن. الف العباره صحيح، ب العباره خطا. هو هناك فرق على فكره، وفرق كبير وشاسع كمان. يبقى اللي عايزين نعرفه مبدئيا ان في فرق ما بين الفرضيات اللي هي الهايبوثيسز والافتراضات اسامبشنز. طيب ايه معنى كلمه الفرضيات ويعني ايه كلمه افتراضات باختصار كده؟ طبعا لو انا قعدت اشرحها فبصراحه محتاج على الاقل نص ساعه عشان اشرحها، لكن بايجاز شديد بايجاز شديد، هناك خلط لدى كثير من الباحثين والطلاب بين كلمه الفرضيات والافتراضات، لان الفرضيه اللي هي فروض البحث يعني هي ما يراد اثبات صحته او خطاه في البحث. تاني يبقى دي الفرضيه بتاعتي. انا بقول في البحث ايه؟ ان هيكل الملكيه بيأثر على مستوى التحفظ المحاسبي. ده الفرض بتاعي الاول. الفرض الثاني بقول ان خصائص لجان المراجعه بتؤثر على مستوى التحفظ المحاسبي. تمام. فجت ابنته هبه قالت لي يلا على فكره يا دكتور، ومين قال لك؟ ده ما بيأثرش. قلت لها ثانيه واحده، اللي يثبت الكلام ده يبقى ان ده كده انا بحطه فرضيه من عندي، فرض مش كده ولا ايه؟ بحاول اثبت من خلال البحث بتاعي ومن خلال الاختبارات بتاعتي ومن خلال التحليلات الاحصائيه والدراسه التطبيقيه او الدراسه الميدانيه اثبت مدى صحه او خطا هذا الفرض. هل فعلا هيكل الملكيه بيأثر ولا ما بيأثرش؟ هل خصائص لجان المراجعه بتؤثر ولا ما بتاثرش على مستوى التحفظ؟ اذا الفرضيه هي ما يراد اثبات صحته او خطاه في البحث. تمام؟ اما الافتراض فهو اساس يبنى عليه الحل. يبقى الافتراض هو اساس يبنى عليه الايه؟ الحل. طب ممكن يا دكتور تقول لنا مثال كده بعيد عن المنهج خالص ومثال في الحياه العمليه عشان دايما ايه؟ واحنا ماشيين كده طول حياتنا نفتكره. تمام. اكيد كلكم عندكم سياره، ربنا يزيد ويبارك يا رب. طيب تمام يا دكتور، ايه المشكله يعني؟ هنفترض السياره السائق هو سايق كده، السياره دي وقفت فجاه. طب هو معناه ان هي اتاخرني مش هروح المكان اللي انا عايز اروحه في الموعد المحدد، مش كده ولا ايه؟ على طول ابنته نهيبة وقريجة قالوا له ايه؟ ايوه ثانيه واحده كده، احنا هنحط فرضية ان سبب المشكلة وتوقف السيارة حاجة من الاثنين، يا اما ان البنزين خلص مفيش انتهى البنزين، يعني السيارة مفيهاش بنزين خلاص والسواق نسي يفول يعبي بنزين يروح البنزينة، او ان التيار الكهربائي اللي موجود في السيارة حصل له ايه؟ انفصل. يبقى معنى كده ان هي حطت دلوقتي فرضيه معينه بتقول ان سبب المشكله وتوقف السياره هو حاجه من الاثنين، يا اما انتهاء البنزين او انفصال التيار الكهربائي. تمام؟ دي اسمها بقى ايه؟ فرضيه اللي هي الهايبوثيسز. لو احنا اختبرناها هنصل الى حل للمشكله. تمام؟ طب ثانيه واحده كده، طب هنفترض ان السيارة كانت امبارح او امس، يعني كلمة امبارح دي عندنا باللهجة المصرية يعني امس كانت لسه موجودة عند الكهربائي في الورشة، وان هو صلح الايه؟ ها
الوصلات الكهربائية وكل حاجة. يبقى معنى كده ان مفيش خلال في كهرباء السيارة، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ يبقى معنى كده ان خلاص مفيش بقى ايه؟ ان انا اختبر حاجة، ده هي خلاص هو سبب واحد بس. يبقى معنى كده ان الفرضية ها عبارة عن ايه؟ هي ما يراد اثبات صحته او ايه؟ او خطأ. طب مثال اخر على السيارة، هنفترض جينا ندور السيارة، نشغل السيارة الصبح كده بدري ها ما اشتغلتش، جينا ندور السيارة نحط المفتاح كده وندور السيارة ما دارتش، هنحط فرضية معينة. ايه هي الفرضية؟ والله ممكن تكون البطارية ضعيفة. طب ممكن في حاجة تانية، ايه هي؟ طب ممكن تكون البجهات اللي موجودة جوه ها حاجة اسمها البجهات كده معينة، ممكن يكون ايه محروقة اتحرقت، او البلاتين تاكل يعني بتاع البجهات يعني. يبقى اما البطارية ضعيفة او البجهات، يبقى البلاتين بتاعها تاكل او انها اتحرقت. طب ثانية واحدة كده، انا هعمل اختبار، الاختبار ازاي؟ هعمل ايه؟ هدي كلاكس، كلاكس ده عندنا في مصر اللي هو البور يعني، او اللي هو الايه النفير يعني، يعني عشان ادي الايه الصوت بتاع السيارة. لو انا دوست عليها كده ودت ايه؟ ها؟ ودت الصوت اللي هو النفير او البوري. طب ما معنى كده ان البطارية شغالة. مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان الحل عبارة عن ايه؟ اكيد وجود خلل في البجهات وليس البطارية. يبقى ده كده بيوضح الفرق ما بين الفرضيات والافتراض. اذا هناك فرق ما بين الهايبوثيسز والاسامبشن. عشان كده لما بنيجي نصيغ الفروض بقى، هو هنا اختصرها لحضراتكم، لان طبعا المفترض في حاجه اسمها انواع الفروض وكيفيه صياغه الفروض وما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند صياغه الفروض وما هي انواع الفرضيات. لان انواع الفرضيات دي ها ممكن في حاجه اسمها الفرضيه ها البحثيه، وفي حاجه اسمها الفرضيه الاحصائيه. والفرضية البحثية تنقسم إلى الفرضية الموجهة والفرضية غير الموجهة. وبعد كده لو جينا على الفرضيات الإحصائية تنقسم إلى الفرضية السفرية والفرضية البديلة. والفرضية البديلة ده كده باختصار. طبعا المفروض ان انا كان نفسي ان انا اتعرض لكل الحاجات دي بايجاز، لكن مفيش وقت، مفيش مشكله، على الاقل تعرفوهم رؤوس اقلام. طيب اللي موجود عند حضراتكم في صفحه 66 ها اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن فروض او فرض العدم. فرض الايه؟ فرض العدم. بس قبل فرض العدم لازم نعرف الاول تعريف الفرض. انا لسه قايله من شويه، هو موجود عندكم في الكتاب، موجود صفحه 64 لما قال ايه؟ تعريف الفروض. والفروض هي عبارة عن توقعات علمية حول مشكلة او حول حل المشكلة موضوع البحث. ويعرف الفرض بانه علاقة منطقية بين متغيرين او اكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار، وهذه العلاقة مبنية على اساس الاطار النظري للبحث. اقول ايه؟ والله هناك علاقة موجبة او علاقة ذات دلالة معنوية او علاقة طردية او علاقة كذا بين هيكل الملكية مثلا والتحفظ المحاسبي. يبقى معناه انا بصيغ الفرض في شكل عبارة، هذه العبارة قابلة للايه؟ للاختبار، ويجب من خلالها انها بتربط ما بين متغيرات الدراسة بتاعتي. ده كده تعريف الايه؟ تعريف الفرض. فإذا وجدت علاقة ارتباط معنوية أو موجبة بين المتغيرين بيمكن قبول الفرضية، والعكس صحيح. طيب هو حد بعد كده يتكلم عن حاجة اسمها فرض العدم والفرض البديل. فرض العدم والفرض البديل، نكتبها فرض العدم والفرض البديل، مهم جدا نعرفهم. فرض العدم هو جملة تبين عدم وجود علاقة دقيقة ومحددة بين متغيرين. تمام كده؟ تاني، فرض العدم معناه هو جملة تبين عدم وجود علاقة بين متغيرين. مفيش علاقة بين متغيرين؟ العكس الفرض البديل. طب اميزها ازاي يا دكتور؟ بالصياغه بتاعتي. لو انت جبت لي مثلا في الاختبار
بصوا كده عشان تريحوا نفسكم نشوف الصيغه تبقى ازاي. لا توجد، نكتب بعدها نقط كده اهوت، يبقى هنا كده ايه؟ فرض عدم. يبقى طالما قلت الصيغه بتاعتي في صياغه الفرض لا توجد علاقه بين كذا وكذا، يبقى ده اسمه ايه؟ ها فرض العدم. الفرض البديل لما اقول ايه؟ توجد علاقه بين نقط، يبقى ده كده اسمه ايه؟ ها الفرض البديل. ده كده بيجاز شديد اللي عايزكم تعرفوه. يبقى لو قلت لا توجد يبقى ده فرض ايه؟ عدم. توجد يبقى ده الفرض الايه؟ البديل. ده بيجاز شديد عشان تركزوا وتعرفوا. ها طبعا هو حتى قايل لكم بقى امثله بعد كده على فرض العدم وفرض البديل في صفحه 68 لما قال مثلا فرض العدم طبعا بيرمز له بالرمز اتش 0. الفرض البديل ممكن نقول عليه اتش 1 او اتش اي. تمام؟ ده كده الجزئيه اللي تبين ان انتم تعرفوها بالنسبه للايه؟ لتعريف الفرض وانواع الفروض بايجاز اللي هي فرض العدم والفرض الايه؟ البديل. تمام؟ هنكتفي بهذا القدر لان كده يعتبر كاننا خلصنا كده الفصل الرابع. تمام؟ يبقى كده متبقي بس الفصل الايه؟ الخامس والسابع ان شاء الرحمن يتم تناولهم بمشيئه المولى عز وجل في اللقاء القادم الاسبوع القادم ان شاء الرحمن، بحيث اللقاء القادم هنختم فيه المنهج، واللقاء التالي له وهو اللقاء الاخير هيكون عباره عن مجموعه من الاسئله العامه والشامله على المقرر ككل. واضح؟ ربنا يكرمكم يا رب. اطلت عليكم اليوم معلش. طب قبل بس ما اقول اللقاء، قبل ما اقول اللقاء عايز بس استاذنكم في حاجه واخد رايكم اذا تقربتم. ربنا يكرمكم يا رب. احنا موعدنا القادم يوم الثلاثاء بمشيئه المولى عز وجل. موعدنا القادم يوم الثلاثاء بمشيئه المولى عز وجل. هل الثلاثاء ممكن بستاذن حضراتكم وبدون احراج تماما تقولوا ينفع او ما ينفعش؟ ها احنا معانا 7:45 دقيقه 8 الا ربع يعني. هل ممكن هذا اليوم؟ وانا كنت محدد موعد المحاضره كده بصراحه بس في عندنا ارتباط في الجامعه يعني فبعتذر عنه يعني. فهل ممكن نخلي الموعد 4:30؟ او لو في موعد تاني بعد 5 مثلا مفيش مشكله يعني. ها تمام مناسب لحضراتكم؟ طب عشان بس اعرفكم من دلوقتي عشان ايه ادخل على السيستم واغير على تدرج يعني واحاول ايه نخليه 4:30. خلاص اوكي نخليه 4:30 ابنتنا عفان ولا يهم مفيش مشكله خالص، بس هتعزمينا كلنا على الغدا ان شاء الله الرحمن. تمام؟ خلاص على اعتبار ان انا عايز ان شاء الله زي ما انتم نفسكم كده ان احنا ننهي الاسبوع القادم بمشيئه المولى عز وجل. تمام؟ ربنا يكرمكم ورب جزاكم الله خيرا يعني خالص تمنياتي ودعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد الى ان التقي بحضراتكم يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 4:15 بمشيئة المولى عز وجل. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.